حلو الله يا حلو الله يا خسارة يا حول الله، حلو الله يا حلو الله يا خسارة يا حول الله. لا تقول لي هذا ولماذا رام الألم والكراسة، لا تقول لي هذا ولماذا رام الألم والكراسة. قال دي آخر تجوازة بيت جزء إن شاء الله. حلو الله يا حلو الله. نهر، زرع، وجبل، حوطوا على بيوت أهل قرية البرشة التابعة لمركز ملوي في قلب الصعيد. الهدوء والروتين أهم عناصر أي صورة في البلد، لكن بانوراما برشة قصة تانية بتبتدي من عند يوستينا. ملامح وشها هادية صحيح، بس ما تخليش ده يخدعك. في حاجات ما ينفعش أنك أنت تبقى هادية فيها، ينفعش أكون هادية لما أشوف حد بيتضرب، عنف، تحرش، أي حاجة تخص المرأة عموماً والطفل، لا بحس إن هي بتاكل فيا يعني، فاهماني؟ بقف قدام اللي بيعمل كده. كل باب كان مقفول على حدوتة مش محكية، بطلتها بنت ملهاش حس. ماجدة مشيت مشوار طويل عشان تكتب الحواديت دي. أنا ليا أخ أصغر مني بسنتين وأخت أكبر مني بسنتين، إحنا التلاتة كان سننا قريب من بعض، فلما كنا بنلعب مع بعض ولا حاجة كنا نسمع كتير ما تزعليش أخوك، أوعى أخوك يقع، أوعى أخوك مش عارفة إيه، لو أخويا عيط كان أبويا يجي يضربنا إحنا الاتنين. هروح ألعب في الشارع؟ لا ما ينفعش. هتلعبي مع الأولاد؟ ما ينفعش. أنت بنت يعني ما ينفعش تطلع، أنت بنت يعني تطبخ وتكنس وتعمل حاجات في البيت. معروف إن إحنا بنجيب عروسة، وأخويا كان بيجيب لعبة كده اسمها الأتاري، كان نفسي بقى أنا في اللعبة دي، مش عايزة عروسة. أنا معايا عرايس كتيرة يعني، جبت كل سنة بجيب عروسة، فالسنة دي أنا عايزة أجيب اللعبة الأتاري دي اللي زي أخويا. ساعدها برضو، لا أنت بنت لازم تلعب، أنت هنجيب لك عروسة، إما مش هتجيب، أنت معاك عرايس كتيرة، لكن أخوك هيجيب اللعبة دي، لعبة الصبيان. يمكن معظم البنات بحكم التعود ما كانتش مدركة احتياجها للتغيير، على عكس مينا اللي رغم انه ما اختبرش مساوئ الواقع كان مدرك الاحتياج ده. انا عموما ما كانش عندي مشكلة محددة، لكن كنت حابب ان الموضوع بتاع قضايا المرأة ومشاكل المرأة والبنت في البرشة حد ياخد باله منها. يعني ايه ده اللي بيحصل؟ ان ممكن البنت مثلا توصل 17 سنة ويعملوا لها ورق ويسننوها عشان يجوزوها، فبالتالي طبعا كان الموضوع عامل لي أزمة بصراحة. يعني أنا كنت رافضة فكرة الجواز في الأول، لما كنت بشوف ناس بتضرب، يعني راجل بيضرب الست بتاعته، بيتكلموا عن العنف والحاجات دياتي، أنا ما كنتش عارف إن هو دوات حاجة اسمها عنف، بس أنا كان جوايا طبع كده، لا أنا خايفة أتجوز عن يحصل معايا زي فلانة ديات اللي شايفة إن حياتها معاكنين عليها جوسة وحالتهم صعبة. في كذا حد بيشوفني من الجيران والدنيا دياتي، انت رافض فكرة الجواز ليه؟ البنت ما ينفعش ان هي تقعد كده، يا اما تنترهبن يا اما تانية تتجوز، هي ما فيش الا كده، لكن ان انت تقعد كده من غير الجواز ومن غير حاجة ده مش صح. مش لاقي مكان اشتغل فيه، مش لاقي مكان اعبر عن رأيي فيه، حاسة ان انا كده خلاص مش عارفة اتحرك. حتى فكرت في الفترة دي ان انا عايش في القاهرة، مش هكمل في البرش، لان صعب، انا مقدرش اعيش في البرش. لو كان بالتفكير ده لو كنت عشت في البرش هتجوز وهخلف وهبيع على طول، بس مش هعمل حاجة. فعشان كده في الفترة دي حسيت لا، ان انا عندي مشاكل ولو محلتهاش يبقى انا اروح القاهرة وعايش مع نفسي. فبدأت ساعتها في حوار ان انا اكون فريق بانوراما برشا. تكوين فريق بانوراما برشا واخد مني وقت كبير وشغل كتير ومجهود كتير، عشان كده كان كل تركيزي فيه. ليه البنت ببلدنا بعد ما نكمل 30 سنة بيقولوا على انها يعاني؟ مسرح بانوراما برشا فتح الباب على كل حدوتة استخبت لسنين جوه قلب بطلتها. مستينا قاعد تقول لنا تعالوا نشوف نعمل مسرح عن ايه. بدأنا عاد كل واحدة تحكي عن ايه اللي بيضايقها في البيت او ايه اللي بيضايقها في الشارع. ف
فمن هنا جت الفكره ان احنا بدانا نتكلم عن اللي مضايقنا، وخدنا بالنا اصلا ان هو مضايقنا، ان دي حاجه ما ينفعش. هو فكرته بسيطه، ان احنا بنعمل عرض من خلال حكي، من خلال مشاكلنا احنا واحلامنا وطموحنا، وكل حاجه بتكون خاصه بينا احنا. حتى اللبس اللي بنستخدمه في العرض هو لبس خاص بينا احنا، لبس برشاوي. فلما كانت مشاكلنا احنا، فكنا حابين ان احنا نعملها، حابين اهالينا يسمعوها، حابين البنات كلها تسمع عشان تعرف تتعامل ازاي، ان هي يعني هي بنت مش عار، وبنت يعني عادي انا زي الولد. مع الشعور بالامان خرجت الاحلام للنور. المشاكل والافكار شاركوها وكتبوها نصوص مسرحيات قصيره تشبه الصعيدة، بسيطه وجريئه. وانا كرهت جسمي، انا بحس ان انا رخيصه من بسطك ليه؟ انا اقطع الايد اللي تحاول تلبسني في الشارع. ما انت السبب. من الوقت انا السبب؟ ما لو لبسك محترم كنت تمشي في امان. وانت بتعرفي تمشي في امان؟ انا مش هطلع من البيت اصلا. انت خلفتنا ليه لما انت مش قد المسؤوليه؟ اللي حلم كبير ينتهي بمصيبه او جريمه، ليه لما احلم الاقي في وشي قوانينكم وعاداتكم الغبيه؟ الوقت للطفوله، وقت للحلم للحلم. في ناس كتير بتخاف من الست اللي بتفكر أصلاً. تمييز المشاكل والقدرة على التعبير عنها كانوا أول خطوات في طريق تغيير كبير غير كيان البنات قبل ما يغير المجتمع حواليهم، خصوصاً الجيل الجديد. بس أنا في المسرح من زمان، يعني من وأنا صغيرة كنت باجي مع أخواتي. أنا في الأول كنت بتكسف، دلوقتي طبعاً لا مش متكسف. في أي وقت عايزين نعرض في أي حتة بطلع وبعمل مسرح. في الكلية بتكلم مع اي حد، بروح عادي لوحدي واجي لوحدي. هو ده المسرح عمل فيا كده اكيد. يعني الاستاذة يوستينا كانت بنروح معها في اماكن، نروح هنا كانتش بتحوط علينا كاطفال، كانت بتسيبنا ان احنا نقدر نتحرك. قام حسنا ان احنا خلاص بقينا واثقين من نفسنا. بمرور الوقت الروابط اللي بينهم اتقوت، وبقى فريق بانوراما بالنسبة لهم بيت، ملجأ لناسه، كل فرد من أفراده ليه مكانة خاصة. حتى زوبة العربية زوبة. زوبة دي كانت عضو من أعضاء فريق بانوراما، كنا بنعتمد عليها في حاجات كتيره بصراحه. هي تعبت قالت خلاص انا مش هكمل معاكم. الفريق كله بيعز زوبة، كل الناس بتقول ما تبيعوها وكده، لا احنا مش حابين ان احنا نبيعها لاجل تخليد الذكرى الحلوه. مش خايف بانوراما في وقت تبقى شبه حلو؟ سالنا بانوراما تبقى شبه زوبة؟ لا ما اظنش. والسؤال هي خلينا عايز سؤال حلو جبتيه منين؟ تأثر مينا مش من فراغ، لان الدنيا مش دايما ورديه. اللي بانوراما شافته حريه، البرشه شافته انفلات. وحس البنات اللي طلع بعد زمان من السكوت كان زيته مش مقبوله بالنسبه لاهالي الغيطان الهاديه. بدأنا ندور عد على مكان نعرض فيه، ما لقيناش مكان في البلد هنا، ما فيش مكان مسرح. نسوين دي والأطفال مش هتروح القاعة وتسمع. فكرنا عد إن احنا نعمل بره البيت أو بره الشارع كده. في الأول كنا خايفين وكناش عارفين، اللي هو كنا طب يلا نروح ونجرب، يعني هنشوف إيه اللي هيحصل. كنا خايفين ومكسوفين وخايفين عن حد يتعرض لنا يعني، وده فعلا حصل. الناس كانت بتتريق علينا، كل الناس كانت بتقول انتوا فعلا تافهين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بيحصل لي تهديدات كتيره من ناس كتيره، يعني من ناس هي مش عايزه الموضوع ده يكمل، مش عايزه البنات تتكلم. بقى يشتمونا ويحدف علينا طوب كذا مره، مثلا حد يتعور. انا شخصيا اتعورت، يعني في ناس كتيره كمان كانت بتبص لي بصه مش كويسه. لما انتوا ما فيش حد متجوز فيكم فبتعملوا كده، ما تشوف شغلانه احسن من كده، قاعده في البيت احسن. وانت ما تتبعي الاستاذه يوستينا سمير،
ده باتهم كله مع فريد. انت داير مثلا ورا شويه بنات، انت بتحرض البنات على حاجات مش كويسه، بتحرض البنات ان هي تخدم وترقص في الشوارع. طب روحوا جوه، طب روحوا ملوا، روحوا ياخد مسرح. المقاومه ما كانتش بس كلام او تجريح، لكن ايود اتفرضت على البنت اللي ارتكبت جريمه، جريمه اسمها حلم. اختي كانت تعبانه وكنت رايحه اسلم عليها، فبصيت اليوم دوت لقيت اخويا موجود هناك، فبيقول لي خلي المسرح يواكلك ويشربك وينايمك. فانا نمت اليوم دوت عند اختي بعياطي، وانا نايمه حلمت حلم وحش، وجالي اليوم دوت كله، يعني يعتبر قعدت يومين وانا بعيط ومش عارفه سبب العياط دوت ايه. وبعد كده قعدت قالوا لي لا ده انت من المسرح فعملت كده، وانت متتهيئه حاجات، والمسرح دوت ايه اللي انت بتعمليه، الرقص والطبل اللي انت بتعمليه في الشارع ده هبل. قلت لهم لا ده مش هبل، انا حاجه انا حابه بانوراما برشا وهعرض فيه. لقوا تفكيري متغير، قالوا لي لا انت مجنونه، ودوني عند رجال الدين قالوا لا ده عليها روح شريره. كانوا منعيني ان انا اشوف اي حد، كانوا بيقولوا لا احنا خايفين عليكي، رغم ان انا كنت محتاجه لناس حواليا، بس هم تفكيرهم كان صعب شويه. فكل ما بيقولوا حاجه انا اخذت نفسيتي، وكنت بابا تعبانه، كانوا منعيني من اصحابي ان انا اشوفهم، وكنت اوقات بطلع من وراهم، بس ساعات كنت بابا خايفه عاد لما ارجع بالليل. معركه كبيره دارت بين صوت الياس العالي وصوت التحدي العميق اللي قررت يوستينا تعتبره صوت السماء. كل فترة بحس فيها بيأس، ربنا بيبعت لي حاجة كده بتفرحني وتخليني أكمل. يعني مثلا تاني يوم ألاقي أطفال بتسألني إحنا عايزين ندخل، إحنا بنحب ده، بيتكلموا ويتبسطوا، بحس إن لا طب لما في أطفال هو بتحب الحاجة وأنا وإحنا شغلنا كله عشان الأطفال والبنات، لا ليه حرام عليا يعني، خليني مكمله واكيد ربنا هيبعد. قرار الاستمرار ما كانش سهل، وما كانش حيلتهم غير فنهم يصدقوا فيه، ولان جرعه الفن اللي قدموها لمجتمعهم ما كانتش كافيه، ما كانش قدامهم غير حل واحد، يزودوا الجرعه. لما بدانا نعمل بالطبل والغنى بتاع الافراح ده كان تقبلوا شويه ان هم في الفرح، لما يكون في فرح في البلد الناس بتقعد على العتبه بره في الشارع ويطبلوا ويغنوا، فاحنا بدانا من الحته دي عشان يتقبلونا شويه. حلاولة يعني حلاوتها، حلاولة يعني حاجه حلوه، احنا عاد بنقولها في الاغنيه بنقول حلاولة يا حلاولة يا خساره يا حول الله، يعني هي كانت حاجه حلوه هم بوظوها. مره على مره الناس بدات تغني معانا وتطبل ويستقفوا معانا، وبعد كده بعد ما احنا ندخلهم في المود ده وان هم يندمجوا معانا ندخل عاد العرض بتاعنا. فرحت جو لما حضروا اول حفل لي. مش عارفه شخصيتي هتبقى ازاي لو انا مش في المسرح. بانوراما مش هتبقى زي زوبا عشان بانوراما فعلا فيها روح. بعد كام سنه بقى الناس عرفت ان احنا بتوع مسرح الشارع، كانوا يقولوا لنا تيجي تعملوا حفله في الشارع بتاعنا ميتة، طب تعالوا شارعنا.